الذي تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم هدية من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا. هي عبارة عن جواد عربي بحريني السلالة من إنتاج استبلاط ملكة بريطانيا، ويطلق عليه حمدان رعد، ويبلغ من العمر 3 سنوات. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية على هذه الهدية التي تعكس حرص واهتمام جلالة بالخيل العربية البحرينية الأصيلة التي تتميز بجمالها ونقاوتها والمحافظة على سلالتها، مؤكدا جلالة أن هذا الإهداء يعبر عن عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما تتميز به المملكتان من تاريخ عريق في التراث والثقافة. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط العائلتين الملكيتين في البلدين الصديقين، هذا وقد سلمت هذه الهدية إلى جلالتها السيدة جيني لي. وحضر هذا اللقاء سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وحرمه عدد من المدعوين. في الختام شاهد جلالة الملك المفدى رعاه الله والضيوف عرضا للخيل العربية البحرينية الأصيلة والخيول العربية التابعة للاستبلاط الملكية والتي تتميز بجمالها وجودتها.